لينا كالعادة، ومع قدوم يعني إدارة فنية جديدة لمنتخب مصر بنأكد وبنحرص دايما ونتمنى ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وكل يعني المسؤولين في كرة القدم وفي الاتحاد المصري يتابعوا هذا الملف، ملف المصريين مزدوج الجنسية اللي بيلعبوا في دوريات أوروبية عدد كبير جدا جدا. وقلنا وعدنا ان دي تجربة تم نجاحها في عدة منتخبات على شكل نجاح باهر من عدد محترفين كتير جدا جدا أثرت بالإيجاب على منتخبات هذه البلاد. النهاردة معانا نموذج آخر، لاعب مصري في النمسا. زي ما شفته هو نموذج مصري في النمسا وعنده 18 سنة، لعيب مش صغير، لعيب بيلعب في الرديف، وكلمة الرديف ديت ما تزعجكش قوي، ده الفريق الثاني يعني الفريق اللي تحت الفريق الأول على طول. وكان على سبيل المثال عمر مرموش بدأ حياته الاحترافية في فريق الرديف في فولسبورغ وتدرج بمستوى أكتر من رائع، وخلال فترة زمنية زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي عمر مرموش أحد النجوم على مستوى أوروبا وقد نراه قريبا إن شاء الله في البريمير ليج. احمد مهم جدا الملف ده، وانت حتى قبل الهوا بتقول لي دلوقتي في اداره فنيه جديده كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وده المفروض كمان ملف هم يتابعوه بشكل ايجابي. كانوا متواجدين يعني في مبارياتي الدوري المصري، لكن كمان ده ملف مهم بالنسبه لهم.